اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إذا وجدت علاقة زوجية ناجحة وأراد أحد تعليل نجاح هذه العلاقة، فإنه سيجد عوامل يقع في مقدمتها في الغالب مراعاة الحقوق بين الزوجين، مو صحيح؟ وفي المقابل إذا وجدت علاقة زوجية فاشلة لا سمح الله، فستجد أن من أهم عوامل فشل هذه العلاقة تجاهل حقوق الشريك في هذه العلاقة أو الجهل بها. أيضاً إذا رأينا أسرة مثالية ناجحة فإن هذا النجاح يعود لعوامل، إذا أردنا التحليل وإيجاد أو الوصول إلى أسبابها النجاح، سنجد هذا النجاح الأسري يعود لعوامل في مقدمتها في الغالب أن الحقوق مراعاة ضمن هذه الأسرة، حقوق الوالدين على الأولاد، حقوق الأولاد على الوالدين، حق الأخ أو الأخت على الأخ أو الأخت والعكس. أيضاً إذا رأينا مجتمعاً منسجماً متعاوناً منتجاً ناجحاً فإن هذا يعود، أي نجاح المجتمع، لعوامل. عند التحليل هالنجاح يعود إلى عوامل يكمن في مقدمتها في الغالب أن الحقوق مصانة ضمن ذلك المجتمع، كحقوق الجوار مثلاً، حقوق الجوار، حقوق الرحم، حقوق الكبير على الصغير، حقوق الصغير على الكبير والعكس، حقوق المرأة، حقوق توأمها الرجل أيضاً. إذا رأينا وطناً مستقراً ناجحاً ينسجم جميع أبنائه في صنع تجربتهم الوطنية، يبنون، يطورون وينمون واقعهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي وغيرها بكفاءة وإتقان، متجاوزين بل مستفيدين من إيجابيات تعدد الانتماءات الدينية المذهبية العرقية السياسية، كما هو الأمر في سنغافورة مثلاً. عند تعليل مثل هذا النجاح لذلك الوطن ستجد عوامل عديدة في مقدمتها في الغالب سيادة الحقوق ورعاية الحقوق، سواء حقوق المواطنة الذي يتساوى فيه الجميع ويحفظ فيه الجميع الجميع وغيره. كل هذا يعظم من موضوع الحقوق في بناء العلاقات وأهمية ثقافة الحقوق معرفة والتزاما وعملا بها واحتراما لها في جميع الإطارات العلائقية الوطنية أو الاجتماعية وغيرها. سأتناول فيها الدقائق اللي المتاحة لي تعريف الحق. الحق يمكن يطلق على مثلا الصدقية والثبات في مقابل الباطل. الآية المباركة تقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون دونه هو الباطل. أيضا الحق يطلق على الصواب مقابل الخطأ، أيضا يطلق على الحق، وهذا ما نحن فيه، هذا الذي أقصده في حديثي اليوم. الحق هو الأولوية والميزة الاعتبارية، وهذا هو المراد هنا. شلون الأولوية؟ خل أضرب لك مثالين بسرعة. مثلا احنا نقول للزوجة على زوجها حق النفقة، ما الذي يعني هذا الحق؟ يعني هي أولى
بهذا المال الذي يقوم بنفقتها بما يناسب شأنها من غيرها هي أولى. أيضا للأم حق حضانة الطفل لمدة سنة، بعض الفقهاء يقولون للأم حق حضانة الطفل سواء كان الطفل ولد أو بنت لمدة سنة. بعض الفقهاء يفرق يقول له للأم حق حضانة الطفل 7 سنوات إذا كان الطفل بنتا، وسنتين إذا كان الطفل ولد. إيش معنى هذا الحق؟ يعني الأهل هي أولى من الأب، الحق يعني الأولوية. طيب باختصار أيضا، شنو أهمية ثقافة الحقوق؟ شنو أهمية أن يسود معرفة الحقوق والالتزام بالحقوق؟ طبعا حقيقة كثير من مجتمعاتنا تفتقد هالثقافة، ما أدري يعني تتفقون معي، ربما كثير تسأل زوج متزوج لأكثر من 20 سنة، تسأله ما هي حقوقك بناء على هالعلاقة أو هالعقد، ربما العديد لا يعرف. الزوجة أيضا في المقابل، نجي إلى ما يتعلق مثلا، تجي إلى المقيمين في البلدان المختلفة، ما هي حقوقك، ما هي المسؤوليات عليك، لا يعرفها. تجي إلى مواطن، ما هي حقوقك في وطنك، 1، 2، 3 بالتفصيل، ربما يجهلها. ما هي المسؤوليات عليك تجاه وطنك بحسب ميثاق الوطني لكل وطن ولكل، كثير يجهل. ربما تجد شخص يعمل لأكثر من 20-30 سنة، تسأله أنت مرتبط بعقد، ما هي حقوقك بناء على تلك الوظيفة وعلى ذلك العقد، ربما يجهل الكثير منها، يجهل الكثير منها. على كل حال أهمية الحقوق، حفظ النظام، ماكو مجتمع من غير نظام، والنظام عبارة عن حقوق، عبارة عن تجمع حقوق، إذا ما تراعى يختل النظام، يختل النظام. وراء إخلال، وراء الإخلال تداعيات أخرى وأخرى وأخرى. عموما لأهمية الثقافة، تجد كم كبير من النصوص الإسلامية تتحدث عن الحقوق، وهنا أود أن أخص هالنص المبارك للإمام زين العابدين، الرسالة المعروفة برسالة الحقوق، وأنا أنصح شبابنا بقراءتها وبالتدبر فيها. عموما أخيرا أود أن أختم بأن قد البعض تلاحظ في خطابه حالة من اليأس عند التعرض لمثل هالقضايا، تقول وين مجتمعاتنا، وين الحقوق، وين تحكي وين الحقوق، وين هذا، يعني كلام نظري صعب، وين الالتزام، وين الثقافة هذه تحتاج صحيح. ولكن كل ثقافة، كل إصلاح، كل عمل يحتاج إلى صبر، إلى التزام، إلى جدية، إلى مداومة. أنا ألتزم بحقوقي، ألتزم بمسؤولياتي، أنت الثالث، الرابع، الخامس، وهل المجتمعات إلا أفراد؟ إذا جد كل فرد صنع المجتمع. خليني أضرب لك مثال وأختم به فيما يتعلق بالصبر على الإنجاز، المداومة، الإصرار، والإصرار يوصل. هي حقيقة حادثة فيها شوية متعة، فيها طرافة، ولكنها حادثة تذكر في التاريخ العباسي، أيام المعتضد العباسي اللي استمرت خلافته من سنة 279 إلى سنة 289 للهجرة.
يقولون أكو شخص كان عنده دين، له دين على من؟ على ضابط كبير من ضباط الدولة العباسية. كان ذاك الوقت الضباط الأتراك هم كانوا هم المسيطرون. المهم حاول ماكو، انتهى، يعني كأنما أصبح دين معدوم. تسمع بالديون المعدومة. آخر شيء قالوا له، إذا أموالك تريد أن تعود عليك تروح إلى الخياط الفلاني، أكو رجل شيبة تروح له، وهذا الوحيد اللي يستطيع أن يرد عليك أموالك. هو الرجل راح له، رجل خياط بساحة من ساحات بغداد، وفعلا راح، وإذا شاف دكان بسيط متواضع ورجل شيبة عجوز، يعني تعجب في البداية، هذا اللي سيرد علي أموالي؟ قال لكن يلا أنا جيت بعد. المهم قال له، حدث بالقضية، أنا لي أموال على الضابط الكبير الفلاني كذا 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 كذا. قال له وصلت خير، جيبوا له شاي. قعد على ناحية جابوا له شاي. أرسل رسول على ذلك الضابط اللي صار لسنوات يماطل، وإذا مباشرة قال له، قول له فلان يقول لك رد الدين لفلوس حالا، وفوقها حبة بعد بوسة مثل ما يقولون. مباشرة وإذا بالرجل الضابط بنفسه جاي ويعتذر. هذا تعجب، شو القضية؟ هذا ايش عنده هذا الشايب؟ قال له حدثني، شنو ايش عندك انت؟ يعني هذا إعجاز. قال له أنا عندي فقط الإصرار على الحق. قال له شلون؟ قال له أكو حادثة حصلت، يقول في السنة الفلانية أنا كنت أطل على شرفة من شرفات بيتي على الشارع، وبالطريق أحد الضباط الكبار الأتراك كان مار، ومعه من معه حماية وكذا. يقول وإذا بامرأة شابة، صار هذه يتحرش بالمرأة، صارت تستغيث. المهم يقول نزلنا على عادة الناس، يقول بدل أن يخجل أوسعونا ضربا وشتما، يقول زين طلعنا بأرواحنا. يقول المهم حاولنا كذا، أبدا الأبواب موصدة. يقول لكن أنا طبعي إذا أصريت على شيء بعد ما أتركه، بقدر ما أستطيع، ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. يقول بعد قلت هذا اللي علي سويته، لكن لما صار الليل رحت إلى فراشي قلت ما يمكن، أكيد أكو أمور أنا بعد يفترض أن أقوم بها. يقول ما جاني نوم، فمباشرة طلعت، وأكو مسجد قريب من 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 بيت الخليفة العباسي، قصر الخليفة. يقول دخلت إلى المسجد وصعدت على المنارة وصحت الله أكبر، صرت أؤذن في نصف الليل، كأنما ظاهرة عجيبة. يقول بينما ما كملت الأذان وإذا بالحرس حولي أخذوني ودوني إلى وين؟ إلى الخليفة. تحقيق وياي شو الموضوع؟ قال والله أنا ما قدرت أنام حقيقة، القضية كذا 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 كذا، فهذا الشيء مو طبيعي، أنا أردت خليني أسوي مرة واحدة بعد هم الأذان بغير وقته. فيقول التفت إلي وقال أصبت، جيبوا الشخص الفلاني الضابط. يقول فعلا عوقب بأقصى ألوان العقوبة. يقول التفت إلي الخليفة قال خلص، مجرد ما تشوف حق مضيع انت بعد ما عندك الا هالمناره واصعد واذن وشوف شو نسوي وياه. اسال الله جل وعلا